إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. هل هناك علاقة بين السمنة وبين حدوث ارتجاع المريء؟ هل السمنة بتتسبب في زيادة أعراض ارتجاع المريء؟ الإجابة نعم، لأن السمنة بتقلل من قوة العضلة القابضة بين المريء والمعدة، وبتزود من الضغط داخل البطن، وكل دي عوامل بتزود فرص ارتداد الحمض من المعدة للمريء، خاصة لو كانت السمنة دي متركزة في محيط البطن. وفي بعض الدراسات حاليا بدأت تقول إن معدلات حدوث سرطان في المريء أكتر في الناس اللي بيعانوا من السمنة المفرطة. علشان كده من الإرشادات العالمية لعلاج ارتجاع المريء تعليمات تغيير نمط الحياة للعادات الصحية السليمة، وأكدوا إن أهم هذه التعليمات واللي بيجيب نتيجة واضحة جدا ومؤكدة في علاج أعراض ارتجاع المريء هو تنزيل الوزن. ولو فشلت محاولات تعديل النظام الغذائي في تنزيل الوزن، الدراسات الطبية حاليا بتقول إن هيبقى أنسب حل لعلاج ارتجاع المريء هو عمليات تحويل المسار اللي بتتعمل لعلاج السمنة، لأنها بتنجح في علاج السمنة وعلاج ارتجاع المريء أيضا. فاصل وهنسمع معلومة كمان. المسكنات يتم اللجوء ليها تحت إشراف الطبيب وعند الضرورة فقط، وده ليه؟ لأن ليها أثار جانبية عديدة، أولها إنها بتسبب ضرر للمعدة، لأن المسكنات بتتلف الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة اللي ربنا عامله حماية لجدار المعدة من العصارة الحمضية الحارقة، فبتتسبب في التهابات مزمنة في جدار المعدة، وممكن توصل إنها تبقى تقرحات شديدة وممكن يحصل منها نزيف. ومش كده وبس، المسكنات مش بتؤثر على المعدة فقط، ممكن كمان تؤثر على سلامة الأمعاء الدقيقة، تعمل فيها التهابات ونزيف من الأمعاء. وبعض المسكنات ممكن يتسبب في ارتفاع في ضغط الدم، وممكن يضر الكلى أو ترفع إنزيمات الكبد. علشان كده يجب اليقظة جيدا بعدم تناول المسكنات إلا بإشراف الطبيب، خاصة وإن في دلوقتي مسكنات أكتر أمانا وتأثيراتها الضارة أقل بوضوح، يعني تعمل تأثيرها المفيد لتسكين الألم بدون أن يكون لها آثار جانبية خطيرة. علشان كده بنؤكد لو اضطريت تاخد مسكنات، خاصة لو لفترة طويلة، لازم تراجع الطبيب وما تاخدهاش من نفسك، وتطلب من الطبيب يوصف لك نوع مسكن آمن حسب حالتك. دمتم في أمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.